فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الخطوط الموجودة في السجاد التي بالمساجد هل يقال بأنها بدعة أم خلاف الأولى؟ فيها تكلف، فيها تكلف، وفيها أيضا إن المأمومين يعتادون عليها ولا يبالون بإعداد أنفسهم والاهتمام، ما دام في خط ما عليه يصير على هالخط بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله؟ كان السلف يحطون خطوط، ما كانوا يعملون هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.